خير يا فندم. صباح النور يا فندم، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. سيادة المحافظ، عايز اطمئن من حضرتك على الاستمرار الاستعداد لليوم الثاني في المرحله الاولى للانتخابات البرلمانيه، وحضرتك كنت معانا على الهواء مباشره امبارح وكنت بتكلمنا عن التسهيلات الموجوده، لكن الحقيقه عايزه استمع الى رؤيه حضرتك. هل في اي لجان تاخر فتحها في سوهاج؟ كان البعض بيشتكي من ان بعض العناصر ذهبت الى البيوت وخدت بطاقات الرقم القومي من المواطنين لمنعهم من الترشح قبل بدء المرحله الاولى بايام. بص يا فندم، هو طبعا بالنسبه للاجراءات الامنيه مستمره، الوضع والتسهيلات الحمد لله مستمره. احنا بس امبارح بدانا نزود بعض الحاجات، زي مثلا زودنا الحوارات والمشاركه مع اهلنا، بعتنا عربيات بتحث الناس على المشاركه، اغاني وطنيه، تواصلنا مع الجامعه ومع شباب الجامعه، وان شاء الله النهارده في مجموعه كبيره هتيجي مع الكنائس. الحقيقه طلبوا ان هم يطمنوا، ونزل امبارح جزء كبير جدا اخر النهار، لان عاوزين نعرف ان الجو في الصعيد طبعا صعب جدا. اقول لحضرتك المراه في سوهاج امبارح من بعد الساعه 5 سجلت تواجد ملحوظ جدا، وحتى في الصباح كانت هناك معدلات ايضا واضحه في اللجان في سوهاج لمشاركه المراه. دي حقيقه فعلا. وبرضه الاقاليم حضرتك اكثر من العاصمه، مفيش شك العاصمه اغلبها ناس مرتبطين بالاعمال وكده. النهارده ان شاء الله ميعادنا كلنا هننزل باذن الله، ارجو الناس ما تقلقش. اللجان الحمد لله كلها فيها التيسيرات زي ما قلت لحضرتك، وزودنا وسائل مواصلات حتى للموظفين اللي ممكن يستأذن من الصبح، وفي باصات هتوصله اللجان ويرجع تاني ان شاء الله. الحاله الامنيه ممتازه واكثر من ممتازه. اللجان امبارح كان تاخر بعض القضاء زي ما قلت لحضرتك لظروف معينه، ولكن الحاله انتظمت طول النهار. اللي هي ايه يا فندم؟ مساله صعوبه وصولهم الى بعض المناطق اللي هم ما كانوش عارفين الطريق ليها، ولا كان في لازمه؟ بعض اللجان يعني السادة القضاة مش مقدرين المسافة دي الطويلة، تخيلوا انها قريبة شوية. في بعض اللجان عندنا في طرق وعرة شوية، في بعضهم اعتذر، وفي زي ما قلت لحضراتكم امبارح كان تعزية اللي والدته توفت امبارح. يعني لابد نعرف ان في ظروف واحنا مقدرينها، ولكن في المجمل العملية الانتخابية لم تتأثر وانتظمت الحمد لله. الحمد لله. طب فيما يتعلق ب حضرتك تحققت من الوقائع الخاصة من ان البعض ذهب إلى بعض المنازل وخد البطاقات الرقم القومي من المواطنين لمنعهم من الذهاب إلى الاقتراع؟ بصي حضرتك، هو ده انتشر في كل المحافظات الحقيقة اللي فيها الاستحقاق، ولكن لو اتمسك حاجة حقيقية مش هتتجاب، ولازم نكون يعني أكثر فكرا متوقع، لأن الدور ده بتاع الشعب بتاع المواطنين، إحنا كحكومة بنتابع وبنراقب، ولكن ما زال هناك ضعاف النفوس، هناك المغرضين اللي لسه بيلجأوا للاساليب الرخيصه بتاعت الماضي، ده شيء متوقع. بس اللي هيتمسك او نتاكد منه صدقيني هيلاقي جزاء رادع. اللجنه العليا للانتخابات في القرارات بتاعتها ان من يثبت عليه هنرفع فورا وهيتاخد قدامه اجراءات. بس انا مش عاوز الحاجات دي تخوفني قوي، لان احنا متابعينها وما ظهرتش بشكل فج الحقيقه لغايه دلوقتي. في سؤالك زي ما قلت لحضرتك امبارح، الحقيقه المرشحين في غايه الالتزام، ما حدش فيهم عمل مخالفات نقدر نقول لا ده خالف وناخد معاه اجراء. خلينا النهارده ان شاء الله احنا بادئين يوم جديد ومستعدين، وهنكون مع حضرتك على الهواء مباشره بالصوت والصوره بنتابع اللجان في سوهاج. الدكتور ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج، شكرا يا فندم لمشاركه حضرتك معانا. هروح لي